هذه السلالة الجديدة اللي اليوم على الصعيد الدولي هي تعطي القلق هو أوميكرون، فالمغرب أخذ قرارات مهمة لحماية صحة المواطنين. هذه الحماية على أساس المعطيات الوبائية اللي كاينة موجودة اليوم، بأن هذه السلالة الجديدة تتنتشر أكثر سرعة من السلالة دلتا، وثانيا تمكن لها تعطي خطورة أو حالات حرجة. طبعا مازال ما عطناش معطيات علمية ووبائية، ولكن اليوم جميع الدول لا أوروبية ولا المغرب خدوا واحد قرارات صعبة. طبعا هي من خلال المعطيات اللي كاينين باش الحدود تسد، وباش نحاولوا باش هذا الفيروس ما يدخلش البلاد. ولكن حنا تنعرفوا بان جميع المسائل ما غاديش توقفوا واحد الفيروس من دخول واحد البلاد، لكن خصنا نبقاو طبعا حذرين، المراقبه الوبائيه، التشخيص، العلاج، وطبعا انخراط في اللقاح، لان اللقاح راه ماشي جرعه واحده، فعلى الاقل جرعتين، وفي بعض الاحيان جرعه ثالثه للمسنين واللي عندهم امراض مزمنه واللي تمكن تعرضهم لواحد الخطر. الى تبين من 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 البحوث العلمية بأن هذا الفيروس وهذه السلالة أكثر انتشار ولكن أكثر خطورة، فطبعا أولا اللقاح تبقى أساسي ومهم، ولكن لأساسي ومهم أكثر هما التدابير الاحترازية، فلبس الكمامة ولكن استعمال وكيفية لبس الكمامة. ثانيا التباعد الجسدي هو أساسي ومهم، وثالثا غسل اليدين. الانسان اللي ماشي اللي ما تمش تلقيح ديالو فهو اولا تيعرض راسو للمرض والخطره، وتيعرض الاخرين. كيفاش؟ لان طبعا اذا كانت سلالات جديده فغادي تمكن تعطي اعراض ولا امراض او حالات حرجه لهذا الانسان، وحنا تتبين بان الناس اللي عندهم امراض مزمنه ولا اللي مسنين فتتعرضوا اكثر لهاد الفيروسات من هاد النوع، كفيروس ديال الزكام ديال الموسمي او الفيروس ديال كوفيد 19، وبالاخص ملي تيكونوا سلالات جديده اللي تمكن تعرضهم للخطوره.